كيف الحال يا سيادة المشير؟ أنا لو بعرف إنه سيادتك عندك موعد مع الرئيس كنت جيت بكير عشان ألحق أسلم عليك. أنا مش محتاج مواعيد عشان أجي هنا، وبعدين مكتبي معروف مكانه كويس، تقدر تاخد معاد في الوقت اللي يريحك زي ما خدت معاد من مكتب الرئيس، نشرب قهوة مع بعض لما وقت يسمح. أنا بعرف إن وقت سيادتك ما بيسمح. الله يكون بعونك يا سيادة المشير، الله يكون بعونك. سيد عبد الحميد تفضل. رئيس في انتظارك. احترامي سيدي. اهلا وسهلا يا ابله. اهلا وسهلا. تفضل. سيد عبد الحميد، أنا قررت إن أنا أستكمل مشروع الترميم. المشروع هيشمل الجمهورية العربية المتحدة بأكملها. القرارات اللي هتصدر في يونيو إن شاء الله هتشمل شركة الأقطان التجارية وكل شركات التجارة الخارجية. طبعًا بالإضافة لاستكمال مصادرة كل أملاك الرعايا الإنجليز والفرنسيين واليهود طبعًا بسبب موقفهم في العدوان الثلاثي. مفهوم سيدي، مفهوم. أنا بقولك الكلام ده يا عبد الحميد بصفتك الرسمية أو بسبب طبيعة عملك في الإقليم الشمالي. أنا عاوز جهازك للمعلومات يبقى على أتم استعداد إذا حصل أي تحريض أو توجيه ضد القرارات دي، وزي ما أنت عارف ده متوقع طبعا. مظبوط سيدي، لكن بعون الله اتأكد إنه الإقليم كلياته حيكون تحت السيطرة. أنا لما عينتك أنت بالذات يا عبد الحميد رئيس الهيئة التنفيذية العليا في سوريا كنت متأكد إنك هتبقى على قدر المسؤولية. هاي شهادة بعتز فيها سيدي، وبتمنى أكون قد ثقتك هاي. إن شاء الله يا عبد الحميد، أنت دلوقتي تقدر تعتبر إن مهمتك في القاهرة خلاص انتهت، تقدر ترجع سوريا وتتابع من هناك إصدار القرارات وتبلغني برد الفعل أول بأول. أمرك سيدي. السلام يا عبد الحميد. احترامي. مع السلامة. سيادة المشير مزعوج كتير من الأخبار اللي وصلناها للقاهرة. تجدد الاستنفار عامل أزمة بالقيادة العسكرية بالقاهرة. قال الأخبار كلها حجج واهية. تمييز بالبيوت وتمييز بالسيارات. الموقف ما بيستدعي إنهم يعملوا كل هالشيء. الاستنفار هدفه الرئيسي إن الضباط اللي عينهم سيادة المشير عبد الحكيم عامر، الضباط المصريين، يرجعوا لمصر لسيادة الفريق. هذا أمر مستحيل وغير قابل للنقاش، وأنا راح أستدعي عبد الغني دهمان وكل قيادات وألوية الجيش السوريين وأستوجبهم. بعد اذنك يا سياده الفريق اختلف معك، احنا كده يبقى نقلنا القلق ده للظباط. انا رايي ان احنا نتعامل بشكل طبيعي. اذا كان على الظباط المصريين ممكن نوجه لهم انذار انهم يتعاملوا بحرص اكتر شويه. وايه طبيعه الحرص يا زكي؟ هي هتفضل الشكوى موجوده وحاله الاستنفار برضه. سياده المشير عبد الحكيم عامر هو صاحب قرارات التعيين، والموقف بالنسبه للظباط السوريين مش واضح لان سياده المشير استقال عن الاقليم بعدها مباشره. انا مضطر اني ابعت اشاره سريه للقاهرة للقيادة العسكرية.